من هو النبي الذي آمن به جميع قومه؟ جاء في قصة النبي الذي آمن به جميع قومه وهو نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى بعث نبيه يونس إلى نينوى، وهي مدينة واقعة شمال العراق في الموصل تحديدا. فدعا يونس قومه إلى عبادة الله الواحد فكذبوه وأصروا في تكذيبهم وعنادهم واستمساكهم بدين آبائهم. ولما طال تكذيبهم خرج منهم وركب البحر فماجت به الأمواج وثقل عليه وعلى من معه فكادوا يغرقون. فقرروا فيما بينهم أن يقترعوا ويلقوا من تقع عليه القرعة من السفينة ليخففوا حملها. فوقعت القرعة على نبي الله يونس مرة واثنتين، فرموا به في البحر فالتقمه الحوت بأمر من الله العليم فطاف به في البحر. ولما استقر نبي الله في الحوت ظن أنه قد مات. لما شعر بأنه ما زال على قيد الحياة خر لله ساجدا ودعا الله في الظلمات قائلا: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فأمر الله سبحانه وتعالى الحوت أن يقذفه على البر ثم أرسله إلى 100,000 من الناس أو يزيدون، فدعاهم إلى عبادة الله الواحد فآمنوا جميعا فصرف الله عنهم العذاب أجمعين. والله تعالى أعلم. لقد شاء الله لنبيه يونس عليه السلام أن يؤمن معه جميع قومه رحمة منه سبحانه وتعالى، فنجا قوم نبي الله يونس من العذاب الذي اجتمعت كل أسبابه، ولكن رحمة الله تعالى وسعت كل شيء. هكذا نكون قد تحدثنا عن قصة نبي الله يونس الذي آمن به جميع قومه.